الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، بدأنا جمعتنا في الأسبوع الماضي حول بيان وكشف زيف بعض الشعارات التي انخدع بها وللأسف كثير من أبناء وبنات المسلمين، فعملت فيهم ما لم يعمله فيهم العدو المسلح المدجج. وكنا قد تحدثنا قليلا عن شعار الحرية وتجاوزناه، ولكن أبى أصحاب الحرية المزعومة إلا أن يرجعونا ثانية لنتحدث في هذه الخطبة أيضا عن مسألة الحرية، فأقول وبالله التوفيق: الحرية بالمفهوم الفوضوي الذي ترفعه كثير من الزعامات وتتغنى به العديد من الجمعيات والهيئات، هذه الحرية المقصود بها التفلت من كل ضابط عقدي أو أخلاقي، بمعنى الفوضى، لكن رد بالك، فوضى محدودة، فوضى محدودة. تمرد على دين الله كيفما شئت، أما أن تتمرد على غير هذا الحد فهذا غير مسموح به، ولكن دين الله فوضى عارمة، كل من أراد أن يطعن في دين الإسلام أصبحت عنده الآن الحرية المطلقة المسيبة تحت شعار حرية التعبير وشعار الحريات العامة وشعار حرية البحث العلمي. ولذلك تجد المتشبعين بهذا الشعار والذين يدركون حقيقة أن المقصود منه أن تهجم على دين الله ولك الحصانة،
يهجم على دين الله وله الحصانة، ما تقدر تقول له والو. ونحن الآن يشهد الله على صدق ما نقول، كنا في وقت من الأوقات نعتبر المتهجمين على ديننا الطاعنين فيه، كنا نعتبرهم نشازا، وكنا نعدهم فلولا لا قيمة لهم. ولذلك لم نعبأ في يوم من الأيام بالرد عليهم، ولكننا رأينا أن الأمر قد استفحل، وأن الهجمة الشرسة على ديننا أصبحت هجمة منظمة وهجمة مركزة وهجمة مقصودة، يحملها أناس يتكلمون بألسنتنا، أناس من أبناء جلدتنا. وحتى إذا تكلمنا دفاعا عن ديننا اتهمونا بالإرهاب. والله أصبحت هذه الكلمة من المضحكات المبكيات. يكفي أن الدولة الشيطان لما أرادت أن تضرب الإسلام ضربته باسم الإرهاب. يكفي هذا أن يمنعنا من أن نتهم إخواننا المسلمين بالإرهاب. فإذا بأبنائنا إذا قام الخطيب ودافع عن الإسلام وحذر المسلمين من المخططات ومن كل ما يخدش في دينهم، قالوا هذا يحمل راية الإرهاب، يحمل راية العنف، يحمل راية الأصولية، ويحمل راية الظلامية والغوغائية. وكل هذه المصطلحات كما تعلمون مصطلحات عدوانية أنشأها الكفار لضرب الإسلام والمسلمين. وكنا نتمثل ببيت الشاعر ونحن نقرأ بعض المقالات ما بين الفينة والأخرى، كنا نتمثل ببيت الشاعر الذي يقول: ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الحجر مثقالا بديناري. كنا كنقولوا هذا البيت ديال الشعر، أي واحد البحث لحتى لي حجرة فمو راه الحجر غادي يغلي ولي أكثر من الذهب، ما غاديش تلقى واحد مع الحجر لأن النباحة كثار. ولكن رأينا بدا من أن نتكلم وأن ندافع عن مقدسات ديننا ولو كره من كره. بعض الناس اليوم من جيت جوج الأسبوعين هاد جوج السيمانات يشيعون كيقولوا راه وقفوه، راه كتبوا عليه في الجرائد راه وقفوه، على مال المسؤولين أغبياء، مسؤولين أغبياء، ينوض واحد يكذب على القصير والمسؤولين يوقفوا القصير. لا، المسؤولين ولله الحمد في مستوى الوعي، ما غاديش واحد كذاب أشر يكذب عليا وينوض يوقفوني، وحتى لو وقفوني ما يقدروش يهرسوا لي السيلو ويكتب، وحتى لو وقفوني ما يسدس لي فمه ويسجل. كلمة الحق لا يغني السكوت عنها. ثم هل إخواننا الحضور فقط أنا الذي سأدافع عن كلمة الحق؟ لماذا لا يكتب إخواننا الحضور الذين يقرؤون الكذب والبهت يفترى على الخطبة ويسكتون ولا يكتبون؟ إلى الآن أكثر من ربعة المقالات في الجرائد والإدانات إلى وزير الأوقاف باش يتدخل في المسألة من أناس ذاتهم الغيرة على داك الشيء اللي عندهم، أناس يسمعون الخطب وما جاتهمش الغيرة على الحق. قلنا كلمة حق، نحن لم نكفر أحدا واتهمونا بالتكفير. يا غير خطبة الجمعة اللي فاتت بقى جديدة ياك، بقى طرية كما تيقولوا، بقى في الميكا ديالا. هل أنا قلت بأن المرأة اللي كتصوب الطيارة وتصوب البابور وتصوب الساحنة هذه تسلم منها الإيمان؟ هل قلت هذا الكلام؟ ما قلته. واحد كتب المقال اللي تنشر البارح
ويقول يقول وكيف لك أن ترفع كجود عاية وكيف لك أن ترفع صفة الإيمان عن المرأة المغربية تملق شو التملق قربت حك حك عن المرأة المغربية السائقة للطائرة والقطار والشاحنة والتاكسي التاكسي راه بالفرنسي يكتب صورة سيارة الأجرة يكلمني بهذا الكلام هل قلت أنا بأن التي تسوق الطائرة ارتفعت عنها صفة الإيمان الكذب والبهت والزور ورغم أنه غلف بهته وكذبه بعبارة يا أخي هداك الله تغليف الكذب وتغليف البهتان وحتى لا يغضب المتحررون وحتى لا يغضب الباحثون عن الحقيقة زعموا وحتى لا يغضب المتفتحون الذين ليسوا إرهابيين كنحن حتى لا يغضبوا فهذه واحدة تقول عن الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث بإجماع أهل العلم تقول عنه قبحه الله لكن إذا قلنا أيضا نحن قبحها الله سيكتبون عنا في الجرائد الخطب المتطرفة الخطب الإرهابية يدعو على الناس ويكفر الناس ويفسق الناس لكن هم فليقولوا ما شاءوا ونحن حرام علينا أن ندافع عن مقدساتنا والله ثم بالله لندافعن عن الحق ولو كان فيه قطع هذه الرقبة ولن يستطيع أحد أن يخرس هذا اللسان ولا أن يسكته ولا أن يكسر هذا القلم اسمعوا يا إخوان متحررة عالم الحرية وعهد الحرية لكن على ماذا؟ على دين الإسلام أن تنتقض عراه عروة العروة وتدك حصونه حصنا حصنا على أيدي أبناء المسلمين ولا من يتكلم بالأمس لعن نبينا واستهزئ بالقرآن وإلى الآن لا زال الاستهزاء بالدين كتابا وسنة على الجرائد على صفحات الجرائد بأقلام لا نعرف من هم هؤلاء الناس الذين يكتبون ما هي هويتهم ما هي عقيدتهم لا نعرفهم وإنما يكتبون ولم تتحرك أي جمعية تستنكر تلك التي لعنت نبينا والآن أكثر من 20 جمعية يستنكرون خطبة القصير لأنه سب الأمازيغيين وهل أنا سببت الأمازيغيين؟ كذبا وبهتا وعند الله تجتمع الخصوم ماذا تقول هذه المسكينة؟ ولكن هذه المسكينة بشير ضوها بالمتحررين بالمتحضرين سنقول رضي الله عنها هي جلت على الإمام البخاري قبحه الله وإحنا نقول رضي الله عنها بس عايزوني وجبا أنتم زوينين أنتم كتفهموا بالخاطر أنتم متحررين أنتم ماشي إرهابيين إذا كان الإرهاب في الدين فهناك إرهاب في غير الدين وإذا كان تطرف في الدين هناك تطرف عند غير المتدينين هذا تطرف قال لقد أظهر العلماء في أمهات الكتب بأن البخاري يعد رمزا لفقه التطرف شوفوا يا إخوان حتى الإمام البخاري تتهمه هذه المسكينة بأنه كان متطرفا والإمام البخاري ما عرف لا التطرف ولا الديمقراطية ولا الاشتراكية ولا الرأسمالية ولا الفلسفية ولا ما عرف عن مسكينة دروينة الحريرة اللي دخلت على ابناء المسلمين وبنات المسلمين وأفسدت عليهم عقيدتهم ودينهم ورمزا لفقه التطرف واللا عقل في الإسلام الإمام البخاري كان مستطيع ما كان عنده عقل
بمعنى أن العلماء دي الأمة كلهم الذين حكموا على الإمام البخاري بأنه كان أمير المؤمنين في الحديث كلهم سطين، لأنه مش دمسطوس له أبي المؤمنين في الحديث، رمى شغل الإمام البخاري نسق عن هنا كل العلماء الذين زكوهم طعونين. فقد عمل في صحيحه، عمل عند الشركة يسمع الأحاديث، عمل هو مصنف، هو ومصنف والتأليف ليس هو التصنيف، التأليف شيء، تأليف شنو هو؟ انت كتجبد من دماغك وتكتب كتألف، اما التصنيف كتشد واحد حاجه وكتقدد كتقادها بحال الترصيف كتصنف، هو كيشد الاحاديث وكيقادها، ما عندوش حتى شي حاجه هو. فقد عمل في صحيحه على اعدام مبادئ الديمقراطيه، الامام البخاري كان كيحارب الديمقراطيه، هي ما عرفتها فيها بعد السلام، والصوره والتنوير، الكلمات ديال التزوير التنوير، اذا جيتي تشوف التنوير كيقول لك هو التي نصت عليها السنه والكتاب، اللي ضرب صحيح البخاري بقى ليه شي سنه؟ ما بقات ليه سنه. كما عمل على نصر احاديث الخوارج والغلاة الذين كانوا يسبون عليا على المنابر، فتقصد بذلك معاويه رضي الله عنه، وتقصد بذلك معاويه رضي الله عنه، ونصر الإسرائيليات، صحيح البخاري في الإسرائيليات، والموضوعات في الأحاديث الموضوعة والمكذوبة، شوفوا. وهذه بيانات من صميم التشريع الإسلامي ومصادره تبين معارضته للصحيح. ها أنتم دابا قال لك لا إلى بن سبب بطلع عجب، دابا تعرفوا على ذلك تهزم على البخاري. قالت لك وعدائه المقيت للحق وللمرأة. دابا الإمام البخاري عدو المرأة. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن كانوا مؤمنين. فهمنا؟ وعاد بعرفتو كما تيقولوا إذا لم تضبط من عجب. والعنوان بعد ذلك البخاري كان بينه وبين الحق حجاب، إذا كان الإمام البخاري بينه وبين الحق حجاب فعلى الأمة السلام، فعلى الأمة السلام. قلت لك سيدي فعلت الإمام ابن حجر العسقلاني قالت وبهذا تابع ابن حجر هذيان البخاري. كتعرفوا الهذيان؟ الهذيان ضرب لكم مثال، الإنسان كيكون استرال ما كيعرفش يقول، كنقولوا يهذي. الهذيان هو الكلام الذي يخرجه صاحبه ولا يعي حقيقته. قالت لك هكذا تابع ابن حجر الإمام البخاري في هذيانه، هذاك مستطيع أتبع ابن حجر تاهو زين، ابن حجر ولا أقول لكم. قلت لك لقد أخرج في صحيحه عددا من الأحاديث الضعيفة والباطلة التي تفصح عن كل ما استقر في ذهنيته من احتقار للمرأة وعدم فهم معنى القوامة في القرآن، فاستمر يدعو بدعوى الجاهلية في صحيحه. إذا صحيح البخاري يدعو بدعوى الجاهلية، قال تبعي صحيح البخاري تبعي الجاهلية. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هذه خصنا نقول لها رضي الله عنك باش ما يحبوش ذوك المتنورين. جات ذكرت واحد الحديث، الحديث ديال خلقت المرأة من ضلع أعوج، هذا حديث صحيح. قالت لك وهذا حديث من الإسرائيليات، من المكذوبات من الإسرائيليات اللي كيرويوها غير المخرجين ديال الإسرائيليين. ثم قالت
لقد أخرج قبحه الله حديثا مكذوبا على الإسلام في ختان المرأة. ورخص المرأتين، المرأة تحسن راكينا أحد الصحيحة مالك ما رضيتيش بس تنقص هو ديالو تنقص الفوضى اللي كنشوفوها في الشوارع. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. اللي بغى يقول ما كنحسنش يقولها، ولكن اللي جيت ساعه كيخرج كيمشي قابل التلفزيون والفيلم ديال العراق ومرته وبنته وولاده، وانا ما كنحسنش انني اقول ما ينبغي ويجب قوله. وديك الساعه يخرج فيلم ديال الخلاعه ديال العري ديال التقبيل، الرجل والمراه فوق الناموسيه والمراه والدراري والبنات وهو جالسين. اللي تيحسن الله اللي عارفه، واللي ما تيحسنش الله اللي عارفه. لا داك الشيء اللي كان تقمت يطلع على اللسان كالنفقوش. قالت لقد أخرج في صحيحه أحاديث تحلل كل ما نهى عنه الله ورسوله. يعني الإمام البخاري روى أحاديث تتحلل داك الشيء اللي حرم الله والرسول صلى الله عليه وسلم. من أي الأحاديث؟ أيها الأحبة، نواصل الاستماع لهذا الموضوع على الوجه الثاني من الشريف. ماذا نفعل؟ قالت والحديث المسند المرفوع الوارد في تحريم أكل الحمار لم يبلغ إلى علمه. إمام البخاري ما عرفش ذلك الحديث في حرم أكل لحم الحمار، ولم يخرج في صحيحه لقلة معرفته بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الإمام البخاري حفظت 100,000 حديث وكتب لك الصحيح ديال 4,000 وكذا حديث. 100,000 حديث حفظ الإمام البخاري، ولذلك ما سمي بهتانا ولا ظلما، ما سمي بأمير المؤمنين حتى كان أميرا للمؤمنين بحق. وقال ما أدخلت في كتاب هذا إلا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت من الصحيح الكثير. لما أحاديث كثيرة صحيحة ما دخلتها في الكتاب، لكن كل ما أدخلته فهو صحيح. قالت هل إمام الشافعي توا غادي يأخذ حقه؟ قالت ولم يبتدع فكرة النسخ في الحديث إلا الشافعي، وصار معه في هذا الهذيان البخاري. الهذيان فالإمام الشافعي الآن هذيان. الإمام الشافعي مبتدع يا إخوان، هذا يخلق لنا شيء واحد زيد، ولكنه عصر التحرير والتنوير. فهنيئا للمسلمين بعصر التحرير والتنوير. قالت لقد نبه نقاد الحديث على عدد هام من الأحاديث الضعيفة والموضوعة في صحيح البخاري. صحيح البخاري قد نكت أحاديث ضعيفة وموضوعة. قالت وتطول اللائحة، من بعد ما ذكرت بعض الرجال الذين أخرج عنهم البخاري. قالت وتطول اللائحة ولا يسمح هذا المجال بذكر كل الضعفاء والمتروكين من رجال البخاري، ويكفينا أنه في نفسه مدلس. يعني الإمام البخاري مدلس كذاب. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين
حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. اسمعوا اسمعوا الامام ديالكم تيقر في العصا، راه الجلده باه كتجلد فيه ونحن نسمع ونرى. الجمعيات كينوضوا يدافعوا على المنحرفين ديالهم، والعلماء ديال الامه ما يدافعوش عن العلماء ديال الامه. انا عندي حقيقه الامام البخاري ما نسمحش فيه الى يوم القيامه، يبغى يسمح حقه في البخاري يسمح فيه، لانه امير المؤمنين، من كان مؤمنا فالامام البخاري اميره في الحديث، عندنا حقنا فيه. غادي تجي لواحد المنحرف معروف غادي تسميه امام، قالت قال الامام زاهد الكوثري، وهذا زاهد الكوثري عرفتش قالت الامام مالك، قال بانه عبد ماشي النسب ديالو عربي صحيح، طعن في نسب الامام مالك، وطعن في نسب الامام احمد، وقال عن الامام الشافعي بانه كان اميا في اللغه العربيه، ما كانش يعرف اللغه العربيه، والامام الشافعي كان من ائمه اللغه. قال الامام زاهد الكوثري، هي سمته الامام، وغادي نقرا لكم الفضائح ديال زاهد الكوثري. في تأنيب الخطيب عن البخاري مبين عدم عدالته في الرجال وروايته لأحاديث أصحاب البدع المجاهرين بصدقهم. يعني الإمام زاهد الكوثري هذا متأخر، هذا عشر قرن 18، ولكنه جمع بين التجهم وبين التصوف وبين التعصب، متعصب للمذهب الحنفي، وطعن في الأئمة الثلاثة الإمام مالك الشافعي وأحمد بن حنبل، وصوفي جل متعصب محترق في المذهب الحنفي، وصوفي جل وجهمي مغالي في الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل. قالت ويكفي المرأة لمعرفة مخازي هذا الرجل، شكون هو؟ الإمام البخاري. قالت لك يكفي أن تعرف المخازي ديال هذا الرجل، أن أحد رواته وهو يعقوب بن حميد كان ضعيفا وكذا. قالت ومن مخازيه كذلك روايته لحديث يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم دون أدنى وجل. نكتفي بهذا القدر، وخطبة ثانية إن شاء الله، وآخر دعوانا الحمد لله. لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالت وبالتالي فالبخاري بعيد عن الصحيح بعد المشرقين. يعطيك البخاري بعيد من صحيح بعد المشرقين، عرفتش غادي ديروا نتوما ملي تقراو الكلام ديال هذه؟ شدوا صحيح البخاري وحرقوه، راه كل كذوب وكل احاديث موضوعه، وراه نتوما دابا عبادتكم وعباده ذلك العلماء والمسلمين كاع كلهم مشات هكا، لانه كانوا معتمدين على صحيح البخاري. قالت كما انه يتضمن في صحيحه شرا وظلما فادحا في الحدود. وقالت آية تجدعي تطلب الله، أعاذنا الله وإياكم من هذا الشر المفضوح الذي يسمى بغيا أمير المؤمنين في الحديث، والحق أنه أمير في الضعيف كما قال الإمام، هنا ولأطفو الإمام زاهد الكوثري عن ثاني. ومن الغريب لنا زاهد الكوثري عن الأئمة كلهم لجوف أبي حنيفة كلهم، عرفتش قال على الحافظ بن حجر الزاهد الكوثري، قال لك شاف واحد المرأة وعجباته وبقى تابعها كما كيتبعوا الناس دابا هادو السيارة، تابعة غير برجليه، تابعة ملي شافته تابعه يتحيلو كيما قالت لي ما تتابعني، شافها تحلى ويرجع كذب على الإمام بن حجر باش يسقط لك المهابة ديالو من عين هذا الكذاب زاهد الكوثري الأفاك، عامله الله بما يستحق قد مات. قالت هي كما قال الإمام زاهد الكوثري هكذا مجيد. ومن الغريب
أن بعض من يعدونه من أمراء المؤمنين في غمز وكيف عن سيمن البخاري في الحديث يتبجح قائلا إني لم أخرج في كتابي عمن لا يرى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لأن الإمام البخاري كان رواة الحديث، ولكني المحدث لما تعتقد بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ما يخش الإمام البخاري الأحاديث دياله لأنه مرجئي مغال في الإرجاء. هالزاهد الكوثري ما ترك عالما إلا وغسل به الأرض، يجتف العلماء ديال الأمة كيجتف بهم الأرض، رجل حاقد، رجل ضغيم، رجل هالك محترق في التعصب. قال عنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وقبله علماء آخرون، لأن الكتاب طويل ما نقراش لكم كله، اللي بغى يشري الكتاب العنوان الكوثري وتعديه على التراث وبيان حاله في مؤلفاته وتعليقاته. هذه رسالة مزيانة فيها مجموعة من العلماء بينوا الفضائح وبينوا الأوابل ديال الزاهد الكوثري اللي هي كتعتمد عليه. الإمام الشيخ الإمام الألباني رحمة الله عليه قال: أما بعد، فإني أقدم اليوم إلى القراء الكرام كتاب التنكيل بما في تأليب الكوثري من الأباطيل، لأن الكوثري هذا ألف كتاب بعنوان تأليب الخطيب، يرد فعلا الخطيب البغدادي في كتاب تاريخ بغداد، وكيف عن كيف طعن خير، لأن الخطيب البغدادي جاب الترجمة للإمام أبي حنيفة وجاب الأقوال ديال أهل العلم بأنه لم يكن قويا في الحديث وبقى فيه الحال، وأخذته العزة بالإثم. علاش يقول على الإمام أبو حنيفة هذا الشيء؟ وبما أنه متعصب للإمام أبي حنيفة حتى أنه يعني يسبق بالأحاديث الموضوعة الواردة في الصحيح، ذكرت عن الخطيب البغدادي. ناض يحيى المعلم رحمه الله، وكان من علماء اليمن، وكان رئيسا لمكتبة الحرمين بمكة، توفي رحمه الله. من اطلع على الكتاب وجد فيه الكذب والزور والبهت والتحريف والأوابد والمصائب، فرد عليه في كتاب التنكيل. الشيخ الألباني رحمة الله عليه حقق كتاب التنكيل، وهذه مقدمته. أنا عارف بغيت تكون تشوية مسائل علمية، ولكن صبروا معايا هذا الشيء لا بد منه. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه: تأليف العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى ابن علي اليماني رحمه الله تعالى بين فيه بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة تجلي الأستاذ الكوثري على أئمة الحديث ورواته ورميه إياهم بالتجسيم والتشبيه وطعنه عليهم بالهوى والعصبية المذهبية، حتى لقد تجاوز طعنه إلى بعض الصحابة. طعنت أنس بن مالك زاهي الكوثري، طعنت أنس بن مالك قال لك في الأخرة سرف ما بقيت يعرف ما يقول، هذا زاهي الكوثري اللي كتسميه هي حجة الإسلام. هاي هناك العنوان ديرا عن حجة الإسلام الإمام زاهي الكوثري، حجة الإسلام. طعنت أنس بن مالك اسمها مصطفى تقول حجة الإسلام، حجة زيد. مصرحا بأن أبا حنيفة رحمه الله رغب عن أحاديثه وأن قياسه مقدم عليه، فضلا عن غمزه بفضل الأئمة وعلمهم. فمالك مثلا، إمام مالك مثلا عنده ليس عربي النسب بل مولى، المولى هو العبد. والشافعي كذلك، بل هو عنده غير فصيح في لغته ولا متين في فقهه. والإمام أحمد غير فقيه عنده، وابنه عبد الله مجتهد، ومثله الأئمة ابن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارمي وابن أبي حاتم وغيره. والإمام الدارقطني عنده أمي ضال في المعتقد. الإمام الدارقطني جل أهل بغداد كانوا في كتبه الأحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم، قال لهم: يا أهل العراق، يا أهل الكوفة، والله لن تستطيعوا أن تكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بين ظهرانيكم. ما تقدروش تجيبوا الحديث يقول لكم هذا كذوب. هذا الإمام الدارقطني إمام أهل الجرح والتعديل، هو كيقول عليه زاهي الكوثري بأنه ضال، أمي ضال في المعتقد، متبع للهوى. والحاكم شيعي مختلط اختلاطا فاحشا. وهكذا لم يسلم من طعنه حتى مثل الحميدي وصالح بن محمد الحافظ
وأبي زرعة الرازي وأبي عدي وابن أبي داود والذهبي وغيره، طعن كل شيء. ثم هو إلى فعله هذا يضعف الثقات من الحفاظ والرواة وينصب العداوة بينهم وبين أبي حنيفة لمجرد روايتهم عنه بعض الكلمات التي لا تروق لعصبيته الكوثري وجموده لعصبية الكوثري وجموده المذهبي، وهو في سبيل ذلك لا يتورع أن يعتمد على مثل ابن النديم الوراق وغيره ممن لا يعتد بعلمه في هذا الشأن وهو على النقيض من ذلك، يوثق الضعفاء والكذابين إلى آخر كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأخيرا أناشد الله كل من عنده علم وعنده قدرة على التصدي لهؤلاء المنحرفين الذين يطعنون في أئمة الإسلام والمسلمين، أناشده الله أن يرفع قلمه وأن يكتب ردا علميا على هؤلاء الناس. أي واحد يا إخوان طعن في الإسلام أو طعن في إمام من إمام من أئمة المسلمين، هزوا أقلامكم يا إخوان وكتبوا أرضوا وجاهدوا، هذا جهاد يا إخوان، هذا جهاد أن ترد على أهل الضلال والبدع وأهل الإنحراف، هذا من الجهاد الواجب على كل مسلم. ما تسنوش يا إخوان الخاطب هو اللي يرد فوق المنبر، الخاطب هو اللي يكتب ويرد في الجريدة، ماذا يفعل إخواننا المسلمون؟ ردوا رد علمي، ما تسبوا ما تعيروا، حال ذاك اللي كيكتب الحمار الكلب هذا ماشي لغة النقد العلمي، أما اللي كيكذب فالله حسيبه. نحن ننصر الحق بأقلامنا وبألسنتنا على جهد طاقتنا، هذا هو المطلوب من كل غيور. ثم أناشد علماء هذا البلد، أناشد علماء هذا البلد أن يقفوا وقفة الحامل لهذا الدين، وقفة الغيور على أئمة المسلمين. البارح نبينا التعيير، البارح أحد تطعن فيها، والبارح القرآن تطعن فيه، اليوم أئمة الإسلام ما بغوا يخلوا لنا صافي، ما خلوا لنا والو، ما خلوا لنا والو. هاد الناس رجعت لكم واحد ما غادي يجي زمان كل شيء غادي يقلبوه لكم، كل شيء غادي يقلبوه لكم، الحق يولي باطل والباطل يولي الحق، مايكل جاكسون يولي هو الإمام مالك والإمام مالك يولي هو مايكل جاكسون. دابا تسمعوا المنحرفين ديال اليهود والنصارى واللي هما أئمة المسلمين، وأئمة المسلمين هم اللي هما الدجالين والكذابين. ولا خير في أمة يلعن آخرها أولها، وإنما تعلمنا أن المؤمنين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هو اللي بغى يكتب شي جريدة لأن الخطير في كفر خديجة البطار الله يكتب، اللي بغى يكتب شي كتب عاوتاني يكتب، وعند الله تجتمع خصوم، لا يهمش إذا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لذلك وأعينه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بالشر اللهم نكسه في نفسه، اللهم اشغله في نفسه، اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم اشغله في نفسه، اللهم سل أركانه، اللهم سل أركانه، اللهم اجعله عبرة لنفسه ولغيره. اللهم انصر عبادك المؤمنين على الكافرين والزنادقة والمرتدين والمنافقين والملحدين، اللهم شتت شملهم وفرق جموعهم ومزق وحدتهم، اللهم اشغلهم في أنفسهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اخسف بهم وبديارهم الأرض، اللهم اخسف بهم واخسف بديارهم الأرض، اللهم جمل الدم في عروق الكافرين والمنافقين، اللهم اقتل ظهورهم
اللهم اقسم ظهورهم وذق رحابهم، اللهم شتتهم تشتيتا، اللهم جمد أركانهم، اللهم جمد أركانهم، اللهم أرن فيهم يوما أسودا، اللهم أرن فيهم يوما أسودا، اللهم أطل عمرهم وعرضهم للبلاء والفتن والعذاب، اللهم عرضهم للبلاء والفتن والعذاب، اللهم سلط عليهم الأوجاع والأمراض والزلازل، اللهم سلط عليهم الأمراض والأوجاع والزلازل والدمار، اللهم إن الناس قد نسوك إلا عبادك المؤمنين، اللهم أرهم من عجائب قدرتك ما يعرفون أنك به موجود، اللهم أرهم من عجائب قدرتك ما يعجزون عن تفسيره وما يعجزون عن رده وما يعجزون عن اتقائه، إنك على كل شيء قدير.